انتقادات حادة لكيكل بعد توقيعه إعلان فيينا باسم النمسا مع المجر. تعليق شرطيان عن العمل في فيينا لتورطهما في نشر رسائل نازية. لقاء جدلي في فيينا جمع فيكتور أوربان بجيهارد شرودر. إعدام 25 ألف طائر بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في النمسا السفلى. وارتفاع ثقة النمساويين بالجيش وتراجعها في الإعلام والكنيسة. وأخيراً وزارة المناخ تواجه اعتراضات بسبب زيادة رسوم الشاحنات من العام المقبل. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى التفاصيل، أثار توقيع إعلان فيينا بين رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وزعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل ضجة كبيرة، حيث تعرض كيكل لانتقادات حادة بسبب توقيعه باسم النمسا ما اعتبره حزب الشعب انتحالا للصفة السياسية. وانتقد كريستيان ستوكر الأمين العام للحزب سلوك كيكل، واصفا إياه بأنه تحد واستفزاز. وبدورها أعربت سيغرد ماورا رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر عن استيائها، قائلة لا يحق لكيكل التوقيع باسم النمسا، مشيرة إلى أن خطوته تهدف فقط للاستعراض. وقد تضمن الإعلان مبادئ مشتركة مع حزب فيدس القومي اليميني المجري، فيما أثار كيكل مزيدا من الجدل بإخفاء علم الاتحاد الأوروبي أثناء استقبال أوربان. أعلنت مديرية الشرطة في فيينا عن إيقاف شرطيين عن العمل مؤقتا بعد ثبوت تورطهما في نشر محتويات على تطبيقات الدردشة تتضمن رسائل معادية للسامية ومؤيدة للفكر النازي. جاء هذا عن طريق الصدفة خلال تحقيقات تجريها السلطات في أوساط اليمين المتطرف، حيث تمت مصادرة هاتف شخص يشتبه في تورطه في أنشطة متطرفة في سبتمبر الماضي. وأثناء فحص الهاتف تم العثور على مراسلات تتضمن مضامين نازية، وتبين أن شرطية كانت على اتصال بصاحب الهاتف ونقلت تلك الرسائل إلى آخرين. كما تم اكتشاف تورط شرطي آخر، وأكدت الشرطة بدء إجراءات تأديبية فورية. شارك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في جلسة حوار نظمها إعلامي سويسري يميني في فيينا بمشاركة المستشار الألماني الأسبق جيهارد شرودر. وانتقد حزب الشعب النمساوي الحدث عقب لقاء رئيس البرلمان فالتا روزنغرانس بأوربان، معتبرين أنه زاد من الاهتمام الإعلامي. وناقش أوربان وشرودر قضايا السلام في أوروبا، وعبر أوربان عن أمله في قدرة دونالد ترامب على الوصول لهدنة بأوكرانيا، محملا الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا، وداعيا إلى موقف مستقل عن إملاءات بروكسل. أعلنت السلطات الصحية في النمسا عن اكتشاف انتشار إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بمنطقة أمشتيتن في النمسا السفلى، ما استدعى إعدام حوالي 25 ألف طائر للسيطرة على الفيروس. وأقامت السلطات منطقة حماية بقطر 3 كيلومترات حول المزرعة المصابة، تتضمن تفتيشا دقيقا لجميع المزارع ضمن هذا النطاق تحت إشراف بيطري، كما فرضت منطقة مراقبة بقطر 10 كيلومترات لمتابعة الوضع. وفي السياق ذاته طلبت الجمعية بفرض التزام مؤقت بحجز الطيور في الحظائر بكل من النمسا السفلى والنمسا العليا، فيما أكدت وكالة الصحة أن انتقال الفيروس إلى الإنسان غير ممكن. أظهر استطلاع لمؤشر الثقة أجرته وكالة الأنباء النمساوية آبا ومؤسسة OGM ارتفاع ثقة الشعب بالجيش النمساوي الذي سجل 67 نقطة بزيادة 16 نقطة عن العام الماضي. ويرجع ذلك وفق المحللين إلى الأزمات الخارجية التي أبرزت أهمية الجيش. وعبرت وزيرة الدفاع كلاوديا تانر عن تقديرها لجهود الجنود في المهام الخارجية ومواجهة الكوارث،
وجاء في المرتبة الثانية مكتب أمين المظالم باثنين وستين نقطة، تليه الشرطة بواحد وستين نقطة، وعلى النقيض تراجعت ثقة الجمهور بالرئيس ألكسندر فالدا بيلن إلى 22 نقطة، في حين بقيت الكنيسة ووسائل التواصل الاجتماعي في أدنى القائمة. أثار قرار وزارة حماية المناخ بقيادة لينورا جيفيسلر زيادة رسوم شاحنات النقل بنسبة 7.7% لعام 2025 جدلا واسعا في القطاع بعد تعليق التحديث السنوي للرسوم العام الماضي بسبب التضخم المرتفع. ووفقا لمشروع القانون ستبلغ التعرفة الجديدة للشاحنات النظيفة 21.86 سنتا لكل كيلو متر بدون الضريبة، ولذلك حذرت غرفة الاقتصاد من توقع زيادة بنسبة 12.6% نتيجة التضخم وسعر ثاني أكسيد الكربون، مطالبة بتجديد تعليق الزيادة، وستستمر فترة المراجعة حتى 13 نوفمبر، يليها تنسيق مع وزارة المالية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.